وصلنا لفقرتنا التالية، وأكيد مع الرياضة، لأن الرياضة هي حياة، وبيقولوا دائما العقل السليم بالجسم السليم. محطتنا رح نتعرف فيها على مجموعة من النصائح الرياضية والطبية والغذائية، وكيف فينا نقوي نحن مناعتنا بظل الكورونا، هذا الفيروس المستجد يلي كاسح العالم. رح نحكي أكثر مع الدكتور جورج المعلم، دكتوراه ثقافة بدنية وعلوم غذاء. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا صباحكم فيك. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. موضوع حلو اليوم نحكي فيه لسبب بسيط، انه للاسف طبعا للاسف الشديد انه راجع هيدي الجائحه، انه منتشره وعم نشوف وعم نسمع وشي واقع صح. ولسه لحد هلا في ناس بتقلك لا تصدق او لا تهتم او شو الله كاتب، بس هي كورونا بس هاتوا بوسه على تمام هدول السلامات. لا واللي بضحكك انه يا ريت هيدي البوسه في عن محبه، لا هي عباره عن تمسيح عن نفاق مو اكثر. تمام. على كل حال بالبدايه يسعد صباحك عن جديد دكتور. بالبدايه يعني رجعت كافه النشاطات ورجعوا العالم لحياتهم الطبيعيه، رجعوا للنوادي وكثير من الاماكن الثانيه. بدنا بالبدايه نصائح كيف فيهم يحموا حالهم ويقوا نفسهم من فيروس كورونا. صحيح تمام. هلا نحن اول شيء طبعا ما راح نحكي نحن على كيف نوجه له النصائح، لانه بعتقد توجه كثير نصائح العامه تبع الازدحام وعدم نبوس بعض والتباعد الاجتماعي، نلبس كوف ونلبس كمامات ونغسل ايدينا ونهتم بنظافه. صار بنحكي بهذا الموضوع بعتقد الاف المرات ويا ريت عم بيجيب نتيجه. بغض النظر نحن هلا بدنا نحكي بطرق ثانيه، هي انه لحتى الشخص بقى يحسن حاله، لانه هو بالنهايه فيروس حقيقي وفيروس خطير وفيروس قاتل، وعم نسمع وفيات كثير. ما نستنى ليتفشى اكثر لنبدا من حالنا، ومو الحل طبعا انه بالحجر او هلا انه ما بيستفيد شيء بالطريقه. المهم بالنهايه هو الوعي الشخصي لكل انسان. هلا انا اليوم بدي احكي على عده طرق. تمام. اول شيء دائما نحن وابدا بدنا نهتم بمناعتنا. نحن قبل ما نمرض ما نضطر نوصل لنمرض بأي مشكلة معينة، بالذات الأمراض التنفسية أو أمراض الجريب أو أمراض الإنفلونزا. طول ما نحن مناعتنا عالية ما بننصاب فيها، أو إذا سمح أنه مرضنا بتكون كتير خفيفة. يعني المقصد نحن دائما بنلجأ لنمرض ونضطر بعدين ناخد مضادات أنتيبيوتيك ومضادات التهاب وأدوية و إلى آخره. أنا بضمن لك لما أنت ترفع من مناعة جسمك أو الجهاز المناعي اللي باعتبار هو الخط الدفاع الأول أكيد. اللي بيدافع عن الجسم ضد الأمراض، بالذات بتنتقل عن طريق الجهاز التنفسي وعلى رأسها بين قوسين هلأ الكورونا اللي احنا عم نحكي فيه، هو أن تكون مناعة جسمي عالية. كيف تكون مناعة جسمي عالية؟ طبعا طريقتين سهلين وبسيطين. أول طريقة هي الغذاء، وهلأ رح نحكي عنه شوي مفصل شو أهم الفيتامينات وأهم الأغذية اللي فعلا علميا بتثبت وبتأكد انه هي بترفع مناعة الجسم بشكل كتير عالي، فبالتالي بصير عنده حصانة وحماية من هيدي الفيروسات او حتى الاصابة. هلا ليش بنسمع في كتير ناس، بس حتى عم يستوعب الكورونا هلا في ناس فعلا بتنصاب وبيمرق الكورونا عادي، تماما بيمرق عادي طبيعي، ممكن مثله مثل اي مرض تاني ممكن ايه تمام. وفي ناس للأسف الشديد الله لا يضر حدا ممكن يؤدي لوفاة. بيفرق المسألة العملية هي مسألة المناعة. أو ليش لما عم نلاحظ أنه كبار السن لما عم بيصابوا عم بيكون وضعهم خطر أكثر شوي، لأنه مناعة جسمهم ضعفت. نحن بنعرف كل ما تقدمنا بالعمر طبعا بسبب أهمالنا بحياتنا الطويلة، بغذائنا بأكلنا بشربنا بالتدخين ببعض العادات السيئة بعدم ممارسة الرياضة إلخ من عادات حياتية طويلة مو يوم ويومين بتخفف المناعة الجسمية. تمام. اذا نحن بنرجع هلا كيف نحن بنحسن من مناعه جسمنا، كيف بنرفع من مناعه جسمنا. خلينا نبلش بالكبار مشان طيب. يقووا نفسهم من الكورونا. خلينا نبلش كيف ممكن يقدروا طبعا الكبار مناعتهم. الكبار هن طبعا احنا ما راح نقول بالنهايه هن اهلنا واخواتنا ونحن راح نكبر وبالنهايه يعني عم نخوفهم بكل مقابله. الكبار يعني ممكن يؤدي للوفاه كذا، نحن بدنا نطمنهم انه في تماما نحن بدنا نقول ما بالضروره ابدا ابدا ابدا، بس نحن بدنا نخبي الاشخاص اللي كبرت بالعمر نوعا ما، وبالذات اذا بتعاني من امراض مزمنه على سبيل المثال من امراض قلب ولا شرايين ولا الضغط ولا السكر، طبعا اكيد مناعه جسمها هي ضعفت. فنحن هون بننصح لهيدا الشخص كبير السن اللي نحن بنجله وبنحترمه وبنعزه، لانه هو بالنهايه ممكن يكون والدي ممكن يكون جدي ممكن والدك اكيد بعيد الشر عن الجميع. نحن بناكد له انه اول شغله يعملها هو اذا ما كان يمارس الرياضه بالسابق هذا وقت مناسب، ما يقول انا كبرت او انا تعبت او انا عندي مشكله معينه. طلعوا باوروبا بنشوف اشخاص عمرها 70 و80 والله و90 سنه بنلاقيهم بتمرنوا وبيطلعوا بركبوا بسكليت وبيطلعوا بيمشوا بيروحوا بيسبحوا وبيطلعوا جبال يعني عايشين طبيعي جدا 100%. نحن دائما براينا انه وصلت فرضنا لعمر معين انه
هلا بدي البس اواعي رياضه او بوت رياضه او امشي او اروح ملعب او شو بدي تقول عالم أو... ولو بالعكس تماما، لك في وقت مناسب، اي عمر هو وقت مناسب. فبنصحه انا بلش اذا ما كان مهتم. هلا في اشخاص لا رياضيه طول عمره، انا بحييهم وبشجعهم على طول. اما الاشخاص اللي هلا هن ما كانوا بالسابق ممكن لاسباب لظروف عدم محبتهم بالرياضه، جهلهم لاهميه الرياضه اللي رايح بعد ولا تحصى ممكن نحكي عن اهميه وفوائدها من هون لبكره. بنصحهم هلا يبدوا بعد تمرينات بسيطه خفيفه، اكيد ماني طالب انه انا يكونوا ابطال، ماني طالب بكفي يمكن مشي تماما، يعني ماني طالب انا منهم يكونوا هلا مثلا بهذا الامر، مع انه ممكن يصيروا يعني يكونوا ابطال. يعني عم بقول لك يعني دائما نحن نطلع نشوف امثله كثير كثير كبيره لاشخاص، مثلا بتقولي معقول انه هذا عمره 70 او 75 سنه بهالكتله العضليه، او عمره بدنا نحكي نحن رجل او مرأة، يعني ايه معقول، ما في شيء مو معقول، ما في شيء مستحيل، ما في شيء صعب، يعني كل المسألة كثير بسيطة. فإذا بنصحه انه شوية تمرينات رياضية على الخفيف، ما عنده فكرة بيسأل اللي عنده فكرة، لأنه ما بدنا كمان ممكن أي حركة تأثر عليه أو تضره. يسأل طبيبه إذا عنده بعض المشاكل كثير كبيرة وبياخذ بعض الأدوية، سواء مثل ما حكينا أمراض قلبية وتوابعها. فبيسأل ممكن الطبيب، أكيد الطبيب رح ينصحه، ممكن يعطيه شوية تمرينات بسيطة، ممكن ضمن المنزل، ممكن ضمن حديقة صغيرة، ممكن يعني رياضة بسيطة خفيفة. أول شيء رح تحسن له أكيد من نفسيته بشكل كتير كبير، أكيد. والعامل النفسي عامل مو مهم، هو أساس، هو أساس كل شيء، عامل النفسي بحياة الإنسان، جسم الإنسان. أي مرض عضوي، أي مرض عضوي أيا كان يكون، هو سببه عامل نفسي يكونوا على ثقة 100%. أي مرض بما فيهم بعيد الشر عن الجميع، بما فيهم أمراض الكانسر ولا أمراض القلب ولا أمراض هي كلها سببها عوامل نفسية، عوامل نفسية. فنحن أول شيء عطيناه مسألة كتير مهمة، إنه نحن ارتاح نفسيا بهالنص ساعة ب 30 دقيقة شوية الرياضة، ارتاح نفسيا. اثنين، ساعدته على رفع مناعة جسمه. ثلاثة، أي شخص لاحظوا، أي شخص لما يبلش يتمرن أو يلعب رياضة أو يسجل بنادي أو مركز، لا شعوري يبلش يهتم بأكله. مظبوط ولا أنا غلطان؟ يعني بتحسين أنهم متصلين ببعضهم البعض، سواء بغض النظر عندي وزن زايد بالنسبة للسيدات او عندي حميه غذائيه دائما فورا، مجرد ما انا مجرد ما انا بدي لايف ستايل كله بيتغير تماما حتى نمط حياتي بيتغير. اذا كنت دخن بصير خفف دخان، صرت خاف على حالي، اهتم انه انا عم بتمرن، انا عم بلعب رياضه، صرت شوف انه ما عاد اقدر امشي اكثر. برافو تمام، كلام كثير حلو. يعني بالنهايه عمليه متصله ببعض البعض، فاذا صار يهتم بغذائه اكثر، ونحن يعني منأكد انه لازم يهتم بغذائه، اذا مو هو حتى عائلته زوجته اولاده لازم نهتم بغذائه. والغذاء هو كل شيء، والغذاء يصنع المعجزات. غذائنا هو كل شيء. قولي لي شو بتاكلي، بقول لك شو انت، شو نفسيتك، شو طباعك، كيف راح تعيشي من خلال شو بتتناولي من اطعمه. تماما. فاذا رح نختصر، لو سوري لو طورنا بالحديث شوي، لانه كبار السن بيعنونا، لانه للاسف وقت قصه بالذات اجت قصه كورونا، صرنا نحن دائما نحن نخوفهم. تماما، نخوفهم كثير انه هي بتصيب الكبار، بيتوفوا، بيمرضوا. هذا العمل النفسي بيلعب، العمل النفسي بيلعب دور، يمكن يتوفوا. تماما تماما، بكل تاكيد بكل تأكيد. لك حتى نحن اذا على مستوى ما شاء الله عليكم صبايا وصغار، يعني هلا انا اذا بخبرك على سبيل المثال انه كانه وشك تعبان انت، او فيكي شيء، او كانك مريضه او مصبر، بتعبك اني 10 دقائق بدك توقفي تحسي حالك فعلا انا ما ادري شو مني. مساله العامل النفسي مساله كثير كبيره. فكبار السن، نحن رح نصير كبار السن بالنهايه، يمكن كنا هلا صرنا ما بعرف لساتنا او مو، لا كلنا شباب، رح نضل شباب اكيد، صدقيني بنضل شباب. المهم نهتم بصحتنا، نهتم بغذائنا اكيد، وعلى مدار الفترات السابقه وما صار شيء برجع بالكون. يلي ما كان يتمرن ما رح نقول هلا خلص انه هلا مشي الحال راحت علي، لا ما في شيء راح عليك. اليوم فرصه مناسبه للاشخاص كبار السن، يلي مره ثانيه بنجلهم وبنحترمهم وعلى راسنا هني كمان. أكيد. دكتور جورج، خلينا نحكي أكثر. دائما نحن منقول يلا ما رح ناكل هاي الأكلة، رح نعوضها بالفيتامينز، بناخد على ذوقنا نحن. في كتير من الفيتامينز يمكن الدكتور ما بيسمح لنا فيهم، ولكن بناخدهم بناء على شفنا على الفيسبوك أو جارتنا قالت لنا أو قيل عن قال. خلينا نحكي عن الفيتامينز مدارة، وأنه فينا ناخدها بشكل دائم ولا لا. أكيد. هلأ الفيتامينات بشكل عام والمعادن طبعا هي بالنهاية عناصر كتير صغيرة الجسم بحاجته، وحتى بحاجته بكميات كتير ضئيلة. هلأ ما في مانع،
انه نحن نتناولها بس مو من تلقاء نفسنا. يعني اوكي بجوز تقول لك اذا ما فادت ما بتضر، لا في بعض الفيتامينات بتضر. بعض الفيتامينات لا بتضر، في بعض الفيتامينات بتعمل مشاكل على الكبد، في بعض الاشخاص ما بيصير ياخذوا فيتامينات او بيتحسسوا لمعدن معين او فيتامين معين. تمام. بس بالعام بالعام فينا ناخذها بدون اي تاثيرات جانبيه اي مضار، بس برجع بنأكد انه مو من تلقاء نفسي، مو جاري قال لي، حتى مع احترام او ممكن الصيدلي عنده اكيد الخبره والمعرفه يعطيني الفيتامين المناسب لحالتي لوضعي. بس بين قوسين معلومه، معلومه صغيره بين قوسين على ذكر الفيتامينات والمعادن، ما في فيتامين ومعدن بيسمن. تمام. انتبه يعني، لا في كثير ناس تقول لي لخدي بتقول لك بخاف، بخاف اسما بالذات الصبايا بتقول لك بخاف اسما، ما في فيتامين بالعالم بيسمن او بيفتح شهيه. حتى شهية. بيقولوا هيك بلا بيقولوا سعرات حراريه، بيقولوا عن الحديد انه ما بيسمن حيوية. دكتور بيقولوا الحديد مثلا ما بيسمن اذا اخذناه. انا جربت اخذته وسمنت عليه. يعني ما بعرف شو عمل المعلومات. لحظه، لا جد في ناس وقت تاخذ فيتامينات لا شعور هي بتصير هي بتصير بتاكل يمكن فممكن يطلع تقريبا 5 كيلو على الحديد. بس اما الفيتامين او ما فيها سعرات حراريه. تمام. يعني نفس مبدا المي، انا بسمع كثير ناس بيقول لك انا ما باكل صحتي او وزني الزايد او بطني او كرشي لاني بشرب مي. تمام يا حبيبي، المي ما فيها سعرات حراريه. عامل نفسي سمني 5 كيلو المي كتير. او الفيتامين اللي عم نحكي عنه ما في اي سعرات. تمام. حراريه، سعرات حراريه صفر، ما بيسمن، ما بتسمن. المي اشربوا قد ما بدكم، المي ما بتسمن. طيب بيقولوا المي بتنحف، اذا كانت المي مع ليمون او شربت كمون مثلا مع ليمون. ايه بدي اقول لك كمان على معلومه ما بعرف اذا صح او غلط. بيقولوا اللي عم بيعملوا دايت هلا كثير من الصبايا انه بخلال ازمه كورونا كله مثلا سمن مثلا زاد وزنه وعلى القعده بالبيت. ايه فخلينا نحكي اللي بده يعمل دايت، هل بياثر هذا الشيء على مرض الكورونا، بتنقص مناعتهم او شيء؟ وشو هي يعني برايك طريقه الدايت الصح بهالوقت؟ هلا اذا بدك شو بدك اوكي انا بقول لك اوكي. اول شيء المي هي ما بتنحف. تمام. المي ما بتنحف ولا بتسمن، بس نحن دائما باي نظام حمي نقول له للشخص قبل ما تتناول اي وجبه شرب كاسة مي وكبيره تكون شوي. تمام. شو بتعمل؟ بتحسس بالامتلاء لما نزلت على المعده ولا ما بتحسسك بشيء من الاشباع، فلما تقومي لتاكلي وجبتك يا اما شبعتي بسرعه يا اما بتتناولي اقل كميه. فنصيحه للاشخاص اللي بده ينزلوا وزنهم، ايه قبل كل وجبه ياخذ كاسه او كاستين مي معلش او كاستين، يستنى له 5 دقائق اللي هو ويقعد على الغداء او على العشاء او اللي هو. فبس اما انه انا اعتمد ينزل وزني على الماء، هذا الحل مو صحيح. حتى لو ضفت له ليمون او بدي اقول له كمان خل، يعني انا حسيت انه بيضر. هدول بيعملوا مناعه بيقول. هلا لا خبرك شغله. تمام. هلا بيلعبوا هن ماده مهمه جدا لما انا اضيف للمي لعصره ليمون، او حتى ممكن في اشخاص استطاعتها تحط معلقه عسل او شويه خل، كميه كثير كثير ضئيله مشان المعده، اكيد بترفع مناعه الجسم وبتطرد جزء السموم من الجسم. مادة صحية جدا، يعني على الريق الصبح نشرب كاسة مي مع عصرة ليمون، أو إذا في ظروف شوية عسل مع مي دافية. هذا الشيء بيحصل لي إنه بيحصل لي جسمي بيطرد هذه السموم والشوائب اللي بجسم. تمام. بيطردها طبعا عن طريق التبول والتعرق. أكيد مادة مهمة جدا مفيدة جدا، بس إذا الهدف منها إني أنا نزل وزني عليها، لا بدك عم تكون طيب عم تضيع. الكمون والليمون يعني هو ممتاز، بيرفع مناعة الجسم، مواد مهمة جدا، فيها مضادات أكسدة عالية. الليمون نحن بنعرف الفوائد كمان بتأدي لفقدان الوزن ولا لا برأيك؟ لا. بتنحف؟ لا ما في داعي نحكي كثير عن الليمون كمان متوفر هلا وفي كثير، فما في داعي نحكي. عشان هيك مشكلة بدي قلت لك نحط عسل سكندي إذا كان بدي أغير كلامي يعني حط عسل. هلا فينا نعوض غير الليمون خلينا على المي اللي بدون شيء مفيدة. المي كثير مفيدة صح؟ وبعدها متوفرة وبنقدر نشربها، ما بنعرف بالمستقبل. يمكن الفلافل الخضراء كمان فيها فيتامين سي كثير مهمة. أهم المواد هلا بدي أحكي عنها نحن لما نحن حديث نكون بحديث بصير بحديث، لأنه الموضوع هو موضوع كثير كبير وموضوع كثير حلو. وكثير من السيدات والشباب عم بيسألوا عن الأسئلة. بينسى وقت يكون بيقعد معكم ما بعرف يكون بشو. على كلين فيتامين سي من أهم الفيتامينات المضادة للأكسدة اللي بترفع من مناعة الجسم، اللي بتقوي جسمي بنفس الوقت بتحصني من حتى لاحظوا لو تكون مقربين أو الشتاء ناخد ليمون، ناخد عصائر، ناخد فيتامين سي على شكل مستحضرات أو متممات خارجية. فمفيد جدا فيتامين سي لحالة الكورونا، يا ريت دائما هالفترة نرجع نأكد نتناوله. ما رح نحكي عن برتقان وليمون سبب نكون واقعيين، معلش نحن نكون واقعيين، فينا ناخد على شكل فليفلة ممتازة غنية جدا أكثر من الحمضيات. وبالإضافة أنا بأكد بهالفترة هي ما في مانع
الجميع بدون استثناء نعتمد على السبلمنت على المتممات. يعني طبعا. ما في مانع فيتامين سي ناخده على شكل فوار، ممكن ناخذ كل يوم نصف فواره بتكفي 500 ميلي جرام تدخل على صباح ولا مساء باي وقت، ما عندي مشكله وما لها علاقه انه ما صحي ابدا ابدا ابدا. كمان معلومه بين قوسين، هي المعلومه كثير لازم نركز عليها، كثير ناس بدي اكد عليها بتقول لك انه انا بدي اخذ فيتامين سي مشان اتنشط او نعسان مشان اصحى، هذا الحكي ما له علاقة. فيتامين سي بينشط من عمل الخلايا وليس بيعمل على الجهاز العصبي. يعني فيك تاخدي انا باخذ فيتامين سي وبنام. تمام. افضل طريقه لاخذ فيتامين سي بطريقه بزاد اذا متممات، الفواره هي عباره عن جرام او 1000 ملي جرام، سما نصين باخذ نص صباحا ونص مساء. هالطريقه ضمنت لي انه ضل في جسمي مضادات اكسده عالي. مضادات الاكسده العاليه مثل ما بنعرف هي اللي بتحمي الجسم وبترفع مناعه الجسم وبتمنع من الامراض او العدوى قدر الامكان. لازم بشكل دائم، مو بس نحن نحس انه شيء عم يوجعنا تماما نحن ايوه او مرضنا قبل باسبوع بناخذنا كم حب. لا لا، الفيتامين سي لازم يكون بحياتنا بشكل دائم على فكره، بنصح فيه. حالات اشخاص قليله نادره جدا اللي بتعاني بعد مشاكل كلى ما كلى يحبس تاخذه بتاخذه بس بحذر بس. تمام. اما فينا الكل ناخذه بدون استثناء من 500 ملي جرام ل 1000 ملي جرام يوميا على شكل، عم بحكي هون على شكل متممات. طبعا بالاضافه ما في شيء بيغني عن الطعام. صح. يعني سالتيني بالبدايه انه في كثير ناس بتقول لك ما راح، لا انا ما راح اكل او ما بفطر، باخذ لي بسكوت صغيره، باخذ لي مجموعه من الفيتامينات والمعادن. هذا الحكي مرفوض تماما اكيد، اللي هي اسمها متممات. تمام. مساعد تمم بتساعد وليس البديل. صح. فما في شيء بديل عن الطعام اكيد، ما في شيء اكيد بديل عن الطعام. لازم كلياتنا نمشي بحياتنا نمشي النظام الغذائي وكمان رياضة لو 30 دقيقة باليوم. أكيد. نتشكر معلوماتك القيمة، والوقت كيف مرق كتير بسرعة، وكان كتير في عنا معلومات رائعة. إيه شكرا لك دكتور، في كتير مساكل بنحكي فيه. يلا أكيد بحلقات قادمة إن شاء الله. شكرا كتير لإلك. شكرا كتير لإلك.